أيضا من الأخبار، الوطني يدين إجازة قانون لحله ومصادرة ممتلكاته. أدان حزب المؤتمر الوطني القانون الذي أصدره مجلس السيادة والوزراء وغضت بحله ومصادرة أمواله وتفكيك النظام الإسلامي الذي حكم البلاد برئاسة البشير طوال 30 عام. وقال الحزب في بيان مقتضب على صفحته في موقع فيسبوك إن القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزينة الحكومة، معتبرا هذه الخطوة دليل فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية. نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها. طبعا الشيء الطبيعي أنه حزب محلول وحزب محارب وتصادر أملاكه ويحجب من العمل وكذا، شيء طبيعي جدا أنه يرفض أي قرار بهذا الشكل. لكن أنا عندي يمكن يعني تساؤلات بنسميها أسئلة تقريرية، يعني إلى أي مدى مثل هذا القانون يمكن أن يحقق الاستقرار في السودان خلال الفترة الانتقالية؟ ده سؤال جوهري جدا، لأنه الفترة الانتقالية دي يعني محكومة ببنود وجدول أعمال محدد جدا، ومحتاجة لوقت تنفذ فيه هذه الأهداف، أهداف الثورة، ومحتاجة لإعانة كبيرة جدا من كل مكونات المجتمع السوداني. الما بيعينك بالرأي أو بيعينك بمشاركة إيجابية فليعينك بالصمت. المسائل دي دايرة لها درجة كبيرة جدا من الاستقرار الداخلي، خلاف مشاكلنا الداخلية الحسنة. نحن بدينا بالحظر الأمريكي وحركات التمرد، الجبهة الثورية اللي لسه ما دخلت في المنظومة وكذا. فإنت لازم تسأل سؤال زي ده، إنه إلى أي مدى مثل هذا القانون اللي فعلا ممكن يعني يحجم المؤتمر الوطني ويصادر أملاكه ويفكك الدولة العميقة ويعمل كل حاجة، إلى أي مدى مثل هذا القانون يمكن أن يحقق لك الاستقرار بموجبه الحكومة الانتقالية دي تحقق أهدافها وتخرج إلى بر الأمان في الفترة الانتقالية بسلام؟ ده سؤال جوهري جدا حقه يطرح. لما أنت تقرأ رد الفعل بتاع المؤتمر الوطني كحزب محلول أو مصادر ممتلكاته أو مطرود أو معزول، لما تلقى رد فعله بتلقى طوالي أنك أنت يعني على الأقل حركت لك جهات ممكن أن تكون عائق كبير جدا في أن تخليك تعمل شغلك بالطريقة المطلوبة. دي واحدة. الثانية، المؤتمر الوطني في النظام السابق معه شركاء كثيرين جدا في الحكم، ديل برضو القانون ده لو داير تحاسب كل نظام المشاركين في النظام السابق، دي برضو مكونات الآن كبيرة جدا، فيها من دخل في قوى الحرية والتغيير بطريقة أو بأخرى، وفيها من هو ما زال على الرصيف. فديل كل لو انت كل ما حيدتهم وخليتهم الآن قاعدين شغالين شغل على الأقل في تنظيمات أحزابهم بالداخل وكذا بدون ما يسبوا لك أنت عراقل في الحكومة، أنت برضك بتكون ناجح جدا لأنك بتكون حيدت قطاع كبير جدا. الأمر الثالث في هذه المسألة، أنت عندك مثلا القانون الجنائي، وعندك قانون مكافحة الثراء الحرام، وعندك قانون مكافحة الفساد، وأنت سلطة مشتركة ممكن تشرع من القوانين اللي بيخليك تعمل كل هذه الأشياء بدون ما تصدر قانون جديد. هل فعلا القوانين الموجودة ما كانت ممكن تحاسب كل المفسدين والمخربين للاقتصاد السوداني ومن عناصر النظام السابق؟ هل يعني السؤال ده برضو إجابته بتساعدك في أنك أنت إذا كان ما كنت محتاج لقانون زي ده وممكن تنفذ كل الأشياء الواردة في القانون ده بقوانين أصلا قائمة عندك، ليه عملت قانون زي ده؟ الحاجة الثالثة، المؤتمر الوطني اصلا في خلال الفتره الانتقاليه دي ما عنده ذاته ولا الحق ولا الطريقه اللي بيشتغل شغل في الجهاز التنفيذي، لكن اي حزب موجود عنده الحق انه يشتغل شغل سياسي داخل حزبه. وانا افتكر انه لما اعلن في الفيسبوك الرئيس المكلف له انه خلال الفتره الانتقاليه دي ما عندهم اي بل بيساندوا، قال في واحده من التغريدات انه هم حيكونوا مساند ايجابي للحكومه الانتقاليه خلال الفتره القادمه دي، بمعنى انه ما عندهم اصلا ولا الحق ولا الطريقه اللي بيشاركوا في الاجهزه التنفيذيه والتشريعيه والسياديه بتاعت هذه الفتره. بيبقى طالما هم بيكونوا بعيدين وبيشتغلوا شغلهم الحزبي إلى أن تنتهي الفترة الانتقالية، كان بيكون أفضل للاستقرار العام إنه أنت تتركهم وحالهم وتتركهم وتحاسب. الكلام ده ما معناه أنت تغض الطرف ولا لا، أنت عندك قوانينك دي وعندك ناس الآن معتقلين في السجون وعندك ناس الآن بتعمل لهم في محاكمات وكده، أمضي في المسألة دي للنهاية. وكل من أجرب مش حتى في الحزب بس، كل الذين أجرموا خلال الفترة الفاتت جيبهم وحاسبهم وأسجن
وصادر واعمل اي شيء، لانك يعني حكايه ده لانه بعد شويه بيقوم بيصير حفيظه المجلس بتاع قانون الاحزاب نفسه، ما عنده قانون والاحزاب دي كلها مشكله بقانون وكده، فبرضك انت بعد كده احزاب كثيره جدا ممكن ينطبق عليها المساله دي وتعمل لك اشكالات ثانيه. انا لسه سؤالي مطروح انه الى اي مدى ممكن هذا القانون يحقق الاستقرار ويخلي الحكومه الانتقاليه تؤدي مهامها وتحقق اهدافها بالشكل المطلوب.